عصر الجيمات وصل والتليفونات الريبابليك اوف جيمينج فون 7 صارت موجوده بستار كول. صباح للي عنده صباح، مساء للي عنده مساء، وتصبح على خير للنايمين. تعالوا نشوف تليفون قمه بالجيمينج بيفتح 120 فريم على كل الجيمات، 99% من كل الجيمات بتعمل ابديت وبتشتغل عليه. عم نحكي عن ايزس فون 7، عم نحكي عن تليفون 6.78 اومولاد، عم نحكي عن تليفون افتاح ولا يهمك بكره المعلم بيعطينا بداله، عم نحكي عن تليفون روعة الروعات للجيمات، لا بيحمى وفي حال حمى صار عندنا مبرد لإله، عم نحكي عن تليفون 16 جيجا رام 512 او 12 جيجا رام 256، عم نحكي عن تليفون ليثيوم 6000 ملي امبير بطاريته، عم نحكي عن تليفون 65 وات شارجو بي دي 3.0 تشارجينج، عم نحكي عن تليفون بقلبه كفرو مشان ما حدا يقلنا شو بدنا نعمل بموضوع الكفر. كفرو يا الهي، الكفر ارتب من التليفون بدنا نقول؟ لا مش رح نقولها. هيدا هو الكفر، خلينا نخزقه ونشوف الكفر. شوف منا كفر، يعني لما بتحط الكفر على التليفون كل شيء بالتليفون ببين. عم نحكي عن تليفون 50 ميجا بيكسل ب 13 ب 5، اما السيلفي 32. عم نحكي عن IP54 ووتر سبلاش ريزيستنت، بتنقط عليه مي، بطرطش شوية مي بس ما بتسبح لي فيه، لانه لما بتكون عم تلعب جيمينج مضطر انت يكون التليفون اذا شت الدنيا ما توقف لعب. هيدا هو التليفون 6000 ملي امبير بطاريته. هيدي المميزات سناب دراجون 8 جينيريشن 2 اكيد، لانه هيدا التليفون مثل ما قلنا بيفتح 120 فريم. هيدا التليفون 4 نانومتر. هيدا هو التليفون اللي عم نحكي عنه، في منه نوعين 16512 حقه 850 دولار، وفي منه 12256 حقه 750 دولار، مكفول لمدة سنة، موجود بستار كول، وتصبح على خير للنايمين.